السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم ماجد الحامدي، صاحب قناة بشائر ماجد الحامدي. رأيت بعض الأمور التي كانت في قناة أخي محمد العامري، وأرسل لي بعض الإخوة جزاهم الله خير، فقلت ليس لي إلا أني أرسل إلى أخي. وما دام الرجل من أهل السنة وعلى السنة، لا بد أن نقف ونبين. ولذلك تكلمت معه وتحدثت معه، وجزى الله خيرا، سمع لي. وهذا أقول إن دل على أن أهل السنة أهل نصح وأهل بيان. لذلك ما كنت أحب أن يدخل أحد ويقول انظر إلى هذا الشخص يصنع كذا وكذا، فيحملني أو يضيق صدري على أهل السنة. فقلت لا بد أن أبادر وأوصل الأمر إلى أخي، فإن كان عنده أمر فهو خير لي، وإن لم يكن فتبقى الصحبة والمحبة، لأن الرجل من أهل السنة لا بد أن تحبه، وخاصة لما يكون رجل يذوق المرار مع أهل البدع في نشر السنة والتحذير من أهل البدع. ولذلك لما وجدت أن أخي محمد يصنع ذلك في قناته من التحذير من أهل الضلال، فقلت لا أدخل أحد وأرسل لأخي وأسمع منه ما يريده، وأقبل النصيحة إن كنت صانعا لخطأ، وإن لم فأنا أسامح أخي العزيز والكريم أخي محمد العامري، وأقول له أني سامحتك على أي شيء يا أخي، بارك الله فيك، لأني أحب أهل السنة في كل مكان وفي كل موضع. وأقول لك جزاك الله خيرا على نشرك للسنة، أما ما فعل فلعل هذا من باب أن الله يكفر عن سيئاتي، وثانيا على أني أتعرف بأهل السنة الذين ينصرون السنة، وأنا إلا رجل يدافع عن السنة مثلكم يريد الحسنات. أما إن حدث مني شيء فأنا صدري رحب للجميع، فبارك الله فيكم وبارك الله في أخي محمد. وأكون من باب الأمر وذكر الشيء بالشيء يذكر، فقد كنت متحمسا في الرد على أهل البدع والتحذير، ولكن مكث مع الشيخ ربيع حفظه الله شيخنا، كان دائما يقول لي انصح يا حامدي قبل أن تتكلم، انصح انصح ولا تتكلم إلا بعد نصح. ولذلك هذا الذي جعلني أعرف أن الشيخ إذا تكلم بما يرضي الله. فأقول جزاكم الله خيرا، وفرحت بأني تواصلت مع أخي العامري بارك الله فيه وهو أخي، وقناته أنا سأشترك فيها، ويزيد يعني أسأل الله أن يتقبل منا ومنه صالح العمل. جزاكم الله خير، أخوكم ماجد الحامدي.